5 حول كتاب عملاق الفكر عباس محمود العقاد عبقرية الصديق مرة أخرى. قبل كده رشحنا هذا الكتاب الرائع لحضراتكم وقلنا مهم جدا الأجيال تعرف مرة أخرى بالذات الولاد الصغيرين قصة الصديق أبو بكر ثاني اثنين وأول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. إنما دلوقتي هقول مقطع لحضراتكم من هذا الكتاب كان مهم جدا إن احنا ندرسه ونتذكره أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها. بيقول الأستاذ العقاد: ثم جاءت الديمقراطية وأساء البعض فهمها فظنوا أن حرية الصغير تجعله في مصف الكبير وأن المساواة القانونية تلغي الفوارق الطبيعية. بص بقى لهذه الجملة كمان بيقول العقاد: وأن الثورة على الرؤساء المستبدين معناها الثورة على كل ذي مكانة من العظماء. وده اللي حصل للأسف بعد ثورة يناير، إن كتير من السفهاء اللي طلعوا شوهوا كل الناس وكل الرموز وكل القيم اللي في مجتمعنا وأهانوا الكبير في كل مكان، يقول لك إنها ثورة وحرية وديمقراطية، بدل ما يفهموا إن ده هدم لرأس الدولة ونظام سياسي ينبغي أن يتغير. لا، فهموا إن ده هدم للدولة نفسها وللنظام الاجتماعي نفسه ولنظام القيم اللي موجودة في المجتمع. بعد 25 يناير ناس كتيرة تصورت للأسف الشديد إن الديمقراطية معناها زي الأستاذ العقاد ما بيقول إن هي ثورة على كل ذي مكانة من العظماء. وشفنا ولاد صغيرين بلا ثقافة ولا فكر ولا مبادئ يطلعوا يتطاولوا على سادة ومفكرين وأدباء ورموز ومشايخ وعلماء وناس أجلاء في تاريخ هذا الوطن. كان للأسف كل ذوي القيمة سداح مداح قدام هؤلاء، لكن لما ندرك كلام العقاد الثورة على المستبد مش معناها إنها ثورة على كل ذي مكانة من العظماء، لأن العظماء هم الدولة، هم الوطن، هم الشعب، هم التاريخ، إنما رأس النظام موضوع آخر. أخطأ كثيرون في ثورة يناير حين تصوروا أن هدم رأس النظام يعني هدم القيم الاجتماعية والأخلاقية في مصر. وفاصل ونبدأ.